الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن ابنتها أحضر لها جدها زكاة منه هو من ماله، فهل يجوز لها أن تأخذ هذه الزكاة علما أنها محتاجة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان لا يجوز له أن يدفع زكاته لا إلى أصوله وإن علوا، ولا إلى فروعه وإن سفلوا يعني نزلوا. وهذا الجد من فروعه بنت بنته أو بنت ولده، فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة حتى وإن كانت محتاجة. فإذا كانت محتاجة وليس ثمة من ينفق عليها من أب أو أم أو قريب من أخ أو أخت ونحوهم، فإن الجد هو الذي يجب عليه أن ينفق عليها إذا كان قادرا وواجدا. فإذا يعطيها من النفقة لا يعطيها من الزكاة. إذا كانت هذه البنت محتاجة فجدها يعطيها من النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليها إذا لم يكن ثمة من هو أقرب منه ينفق عليها. وأما الزكاة فلا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لا أحد فروعه ولا أحد أصوله، والله أعلم.